طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ملاعب عبر قناه التغيير الفضائيه. اليوم ستكون حلقه مختلفه ان شاء الله لاهميه الضيف المتواجد والذي ستتعرفون عليه بعد قليل. المشهد الرياضي بشكل عام اليوم يعيش تعقيدا من نوع اخر، يعيش تعقيدا من ناحية الثورة بالنسبة للقوانين، بدأها نظام الداخلي في اتحاد الكرة وانطلاقا إلى بقية القوانين، منها قانون الأندية وما مقبل للكرة العراقية وللرياضة بشكل عام، وأيضا يتعلق أيضا باللجنة الأولمبية، وبالتالي المشهد يزداد تعقيدا شيئا فشيئا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لكل الاتحادات. واليوم سمعنا اليوم نشوف الأندية بلشت ممكن تسوي انتخابات من جديد لهيئاتها الإدارية حتى تكون متوافقة مع القوانين، خاصة مثل ما تعرفون أنه اليوم اكو عندنا أندية مع يعني صار لها يمكن 4 سنين ما مسوية لا انتخابات، ويمكن او 8 سنين او اكثر حتى، وبالتالي هناك مخالفات قانونية اشارت لها وزارة الشباب والرياضة والكثير من الزملاء والكثير ايضا من الشخصيات الرياضية، وبالتالي المشهد الرياضي حراك يعني هذه المرة مختلف تماما. نأمل ان يكون هذا الحراك في نهايته يكون هناك خير للرياضة العراقية ولكرة القدم العراقية، حتى نضع يعني رجلنا على أول الطريق مثل ما نقول، في طريق الصحيح وطريق الإصلاح والتطور والرقي بالرياضة، لأنها قطاع مهم جدا لكل المجتمعات، وبالتالي اليوم الرياضة لها حظوة كبيرة عند كل الدول وتسعى لتطويرها وتسعى إلى إشراك الشباب بقدر ما يكون، وبالتالي هذا يصب في مصلحة المجتمعات وأيضا يصب في مصلحة الدول من نواحي اقتصادية ومن نواحي رياضية وإلى آخره. قبل ما أدخل إلى محوري مع ضيفي، خلونا نشوف المتابعات السريعة بما يخص يعني آخر الأخبار وأهم الأخبار اللي خرجت اليوم. طبعا أبدأ مع خبر لاعب نادي الشرطة محمد قاسم، مثل ما تعرفون خرجت الأخبار يوم أمس أن هناك احتمالية إصابته بفيروس كورونا. اليوم الصفحة الرسمية لنادي الشرطة نشرت الفحوصات المختبرية تؤكد سلامة اللاعب محمد قاسم من أي أعراض، وعليه كل ما أثير حول إصابة إشاعات راجين من الأخوة الإعلاميين والصحفيين التأني والتأكد قبل نشر أي معلومة، طبعا رفقة نتيجة الفحص اللي هو أكد أنه هو فحص سلبي، ونتمنى السلامة لكل لاعبينا إن شاء الله من هذا الوباء ومن هذا الفيروس، ونتمنى أيضا الشفاء لكل الزملاء والرياضيين اللي أصابهم هذا الفيروس. إذن نادي الشرطة هو أوقف تجمع اللي كان من المفترض أن يكون في بغداد، بعد أن كان ممكن يكون في النجف، لكن كان التجمع يكون في بغداد في هذه الفترة على الأقل. ما لا نعرف كيف ستكون الأمور في الفترة المقبلة، هل سيعاود التدريب والتجمع نادي الشرطة؟ هذا ننتظر منه طبعا توضيح من نادي الشرطة حول هذا الموضوع. أيضا جريدة فوتبول الإلكترونية نشرت خبرا مهما، وهذا يدل على تحرك الجاد بالنسبة لبعض المؤسسات الحكومية. قرار مرتقب من وزارة النفط بدمج عدد من الأندية التابعة لها ب3 أندية فقط، وتدعم وزارة النفط 10 أندية بميزانيات مالية سنوية، حيث تشكلت العديد من الأندية خلال السنوات الماضية، في حين هناك توجه بإلغاء عدد منها ودمج الأندية الأخرى مع بعضها لتقليل عددها، ليكون بالإمكان توفير الدعم المالي لها لتمشية أمورها في الموسم المقبل. والأندية التي تدعمها وزارة النفط هي النفط ونفط الوسط ونفط الجنوب وميسان ومصافي الجنوب وغازي الجنوب ونفط الشمال ومصافي الشمال وغازي الشمال ومصافي الوسط، ووسط إجمالي نفقات الأندية الرياضية لوزارة النفط إلى أكثر من 300 مليار دينار منذ عام 2003 وحتى الآن. طبعا هذا النقاش بهذا الموضوع يطول وفيه أكثر من جنبه، هناك فيها إيجابيات هناك فيها سلبيات بما يخص هذا الموضوع على ذمة طبعا جريدة فوتبول، وأيضا هناك أخبار بالتأكيد خرجت حول العديد من باقي المؤسسات اللي ترعى أكثر من نادي في ظل هذه الأزمة المالية الخانقة اللي يعيشها العراق اليوم، وبالتالي هذا أيضا ملف مفتوح ممكن أن نشهد إلى حراك أوسع وبشكل أوضح من قبل المؤسسات الحكومية اللي ترعى تقريبا 90% من أنديتنا، وبالتالي المال الحكومي هو من يرعى الرياضة، وبه صعوبة جدا في هذه الفترة المقبلة إن شلون راح ممكن تمشي أمورها الأندية، وأيضا بعض الأندية تعاقدت بملايين الدنانير وهي لحد الآن لا تعلم كم الميزانية اللي موجودة. طيب هذا أهم المواضيع اللي ممكن اليوم موجودة على الساحة. طبعا اليوم الملف الرياضي شائك جدا، فيه كثير من التداخلات، فيه الكثير من الحيثيات، فيه كثير من التفاصيل، وبالتالي الرياضة كأنها أصبحت شأنها شأن سياسي
بالدرجة الأساس بسبب هذا الموضوع، بسبب هذه التداخلات، بسبب هذه التناحرات والتكتلات وما يحدث اليوم بالرياضة العراقية. أكيد دفع الثمن خلال 17 سنة الماضية ملايين الدولارات صرفت على الرياضة، لكن لم نشهد تطورا حقيقيا مع الأسف. خليني أروح الآن إلى محوري الرئيسي، وهو حتى أبدأ مع ضيفي العزيز. خلونا نقول بداية مقدمة قصيرة عن ضيفنا. طبعا ضيفي لحلقة هذا اليوم لا يختلف أحد على اسمه ونجوميته في الساحرة المستديرة، هو الفنان وهو المايسترو، هو الشخصية المحببة كثيرا للجماهير العراقية، يمتلك رصيدا جماهيريا كبيرا، ويتفاعل الجميع مع كل ما يطرحه من مواضيع تخص الرياضة وكرة القدم، وكيف لا وهو ابن اللعبة. ولكن ما فتأ أن يواجه النقد من أهل الشأن الكروي همزا أو لمزا. هناك من يوجه أصابع النقد ويتهمه أنه إلى اليد الطولة في قرارات وعمل التطبيعية، على الرغم أنه هو ليس عضوا فيها ولا في أحد لجانها. أقاويل تشاع بشأنه في شتى المجالات تخرج من هنا وهناك من قبل بعض الصحفيين أو الإعلاميين أو حتى المواقع الإلكترونية، وبأنه يستغل صلته بالسيد أياد بنيان اللي هو اليوم موجود على رأس الهرم في التطبيعية لاتحاد كرة القدم. التغيير وعبر برنامج ملاعب تستضيف بكل اعتزاز ومحبة المايسترو لتمنحه الحرية في التصريح والتوضيح بالذي يود قوله، فضلا عن الاستماع إلى رؤيته المستقبلية حول كرة القدم نحو التطور والرقي قانونيا وفنيا وإداريا. أم أن هذا الأمر يعتبر حراما عليه وحلالا على الآخرين؟ فهو عبر أكثر من مرة عن رغبته في التطوير والإصلاح ليرى كرة القدم العراقية بأفضل حال، فلماذا إذن لا يستأنس برأيه ومشورته أحيانا من أجل إصلاح هذه المنظومة التي تعاني منذ سنين طويلة؟ كل هذه التساؤلات سنطرحها على أحد أبرز النجوم في تاريخ كرة القدم العراقية. إذن رحبوا معي بضيفي العزيز والمايسترو والفنان في خط الوسط ونجم المنتخب الوطني سابق الكابتن نشأة تكرم، ورحب بيك أجمل ترحيب كابتن نشأة، سعيد جدا بتواجدك ونقول لك الحمد لله على السلامة، ودائما نتمنى لك إن شاء الله الصحة والعافية من هذا الوباء اليوم المنتشر. مساء الخير عليك حبيبي نور وعلى المشاهدين الكرام، أتمنى تكون حوار مثمر ومفيد إن شاء الله. أهلا وسهلا كابتن نشأت. يعني أنت يمكن خرجت قبل فترة قصيرة بأحد البرامج مع أحد الزملاء، وذكرت الكثير من التفاصيل والعناوين في الكثير بالفترة السابقة حول موضوع التطبيعية، وبدأنا نشوف يعني بصراحة أي موضوع يصير يعني هناك همز ولمز بموضوع أنه نشأت خلف هذا الموضوع، المدير الفني نشأت، النظام الداخلي نشأت، في بعض القرارات بالتعيينات نشأت. كيف ترد على هذه، ولماذا دائما نشأت موجود في كل هذه التفاصيل اليوم في هذه الفترة بالذات؟ والله يعني أول شيء صراحة يعني أنا ما أتابع يعني ما أتابع لا أتابع تلفزيون ولا حتى مواقع ولا عندي، لكن أكيد يعني ينقلوا لي بعض المحبين والأصدقاء ينقلوا لي أنه نشأت سوى ونشأت عين ونشأت جاب ونشأت ودة. أنت تعرف أنا بالخلاف كان مع الاتحاد وفي لبة المشاكل وقالوا نشأة جاب المدرب، وأنا يعني متقاطع مع الأخوان اللي كانوا موجودين في الاتحاد السابق وما عندي أي علاقة وتقاطعات ومحكمة تحكيم كذا، وكثير كانوا يتكلمون أنه نشأة هو اللي جاب المدرب رغم أنه كانوا أخوان، كانت أكو لجنة منتخبات وفراء كانوا كذلك، كان أعتقد يعني كان يترأس لجنة طبات صالح موسى والكابتن شيخ كذلك كلهم محترمين. نعم. تعاقدوا مع المدرب وقالوا انه نشأة اللي جاب المدرب، يعني من زمان انه يقولون نشأة، يعني حتى ما تقول يعني ما عندي اي صفه رسميه في الاتحاد السابق وقالوا انه مدرب نشأة السابق. اليوم اكيد اسمع عن كثير الكلام نشأة جاب ونشأة ودة ونشأة عين كذا ونشأة كذا. أول شيء أنا بالبداية أنا كان عندي هدف، كان عندي مشروع مشروع كان على جد، بعض الإخوان اللي كانوا موجودين منه هل اعتراض
مشاكل كثيرة يصاحب الفتح. نعم. الحمد لله والشكر هذا المشروع والحمد لله بطريقة صحيحة. الفترة الأخيرة أنا أشوف أنه ناس بدأت تنتقد داخلي والنظام الأساسي وحياة كرة القدم في العراق. من كان يقود كرة القدم كانوا ساكتين، كان لهم يعني كان السوق يتأجر، إذا كان المنتخب مشاكل إدارية، مشاكل فنية، مشاكل حتى بين اللاعب كانوا يعني ما كانوا يقومون. الوحيدين اللي يقدر لهذا المشروع ولهذا إنه عدنان دفعوا بعض، لكن اليوم إحنا نشوف الصوت عالي جدا وصوت لا وكبيرة يعني بما يخص النظام الأساسي وبما يخص قدم العرب. أكيد بالتأكيد. طيب كابتن، هسه توضحت هذه الجملة، أنا تقول أنت من زمان هذا الموضوع دا يمشي وياك، واليوم البعض يمكن يعني يقول بسبب قرابتك من السيد أياد بنيان انطاك ممكن أنه يمكن تتدخل في التطبيعية، وحتى اليوم النظام الداخلي اللي أنا أحب أيضا يعني أناقش به أكثر من فقرة معاك. اليوم النظام الداخلي أيضا اليوم أنت يعني اسمك متواجد أنه أنت بعض الفقرات كتبتها، مع العلم أنت ضررت اليوم بعملية الشهادة وغيرها من عملية ترشيحك. لكن قبل ما أسألك عن موضوع الشهادة، هل نشأة أكرم بصراحة لديه الرغبة الكبيرة ومصمم أنه يكون متواجد في أحد المناصب في الاتحاد العراقي حتى يقدر يخدم ويقدر يطبق هذا المشروع اللي أنت ذكرته قبل قليل، مشروع الإصلاحي ومشروع التطوير لكرة القدم؟ هو يعني حتى اللي يتكلم اللي قال انه نشات سوى ونشات الى يد بتطبيعيه ولا يعني حتى الاخوان اللي موجودين والدكاتره اللي موجودين في التطبيعيه كلهم دكاتره كبار لهم باع طويل في كره في عالم الرياضه، كان دكتور شامل وحتى دكتور رافد واسعد دكتور اسعد لازم وكذلك الحاج اياد لهم باع طويل في عالم الرياضه. يعني اليوم من ما اعتقد ان النشأة يجي يقدر يخلطهم، انا ساكن في اربيل وهم يعني كل واحد في مكان، ما اقدر انه انا هل نشأة هو قانوني حتى يكتب النظام الداخلي؟ انا الحمد لله بطبعي الشيء اللي اعرف به يعني احكي به، الشيء اللي ما اعرف ما اقدر يعني انه يعني انطي فت راي وانطي فت واضح انه ما اقدر قانون ابدا ما اقدر يعني هالشيء يعني ومن طلب عمل يعني انه انا رجل فني يعني ممكن انه في رغبه انه ادخل في الاتحاد في اسا، لكنه انا مدى هل طيب رغبه الحقيقيه اللي نشأت ذاك يكون موجود في الاتحاد في المستقبل الى الان يعني صراحه الان ما عندي الرغبه انه شوف هالوضع هالاجواء الموجوده كورونا العام بدات. انت ذكرت في تقرير قلت انه الأزمة المالية قانق للرياضة العراقية، هل العراق يطلع من هذه الأزمة المالية؟ ممكن أنه كل أندية تكون وراء الأمر أنه تمشي أندية بطريقة صحيحة أو نعم. طيب كابتن، أنا شوية صوت عندي يعني دي يتقطع معك، أخواني يا ريت تعالجون هذا الموضوع وإعادة الاتصال بالكابتن حتى يكون الصوت واضح أيضا للجمهور وأيضا للمشاهدين، حتى أقدر أيضا أستمع للكابتن، أنا مدى أسمع بشكل واضح وأكيد المشاهد أيضا مدى يسمعه بشكل واضح. طيب أخوان، التقرير جاهز موجود نقدر نأخذه ولا؟ طيب أوكي، التقرير إذن هو غير جاهز. طيب بين ما نعيد الاتصال بالكابتن نشأة أكرم وتحل هذه موضوع الصوت وموضوع الانترنت بالعراق اللي دائما احنا في مطبات، خلونا نتحدث في بعض التفاصيل المعينة من أجل حتى نمهد للحديث. اليوم النظام الداخلي به العديد من المشاكل إن صح التعبير اللي أشرتها بعض الأندية وبعض الهيئة العامة، في مقدمته انه يقول لك هناك تقاطع ما بين هذا النظام الداخلي وما بين القوانين العراقية النافذة، في مقدمتهم قانون رقم 16 اللي مثلا موضوع الشهادة ذكر به انه هو موضوع الثانوية، لكن بالنظام الداخلي مذكور انه بكالوريوس. موضوع تحديد الدورات
مثلا ما محدد في قانون 16، موجود محدد في النظام الداخلي، وبالتالي هذا يعتبر تقاطع وممكن حتى يرفض من قبل الفيفا، لأن الفيفا المعروف عنها أنه النظام الداخلي يجب أن لا يتقاطع مع أي شيء أو أي فقرة من القوانين البلد النافذة والمعمول بها حتى تمشي الأمور بصورة طبيعية في هذا الموضوع. أيضا موضوع الثاني اللي هي ازدواجية المناصب، طبعا هاي فقرة هي تقاطع المصالح في الفيفا، هذا الموضوع أيضا هو ما موجود إلى ذكر في قوانين العراقية، وبالتالي لا نعلم هل هكذا يتقاطع أو لا يتقاطع. مع العلم هو هذا شيء جيد حتى كل شخص يتفرغ لعمل واحد بمكان واحد ويركز به أحسن ما يكون موجود بأربع مدري خمس مناصب، وبالتالي شلون راح يشتغل وشلون راح يمشي أموره، وأكيد راح تكون هناك مصالح وتقاطع مصالح في هذه الجنبة. وبالتالي أيضا اليوم اعتراضات الأندية العشرين اللي أكثر من اجتماع صار أنه اجتمعت وقالت أنه إحنا ضد ازدواجية المناصب، فأني أسألهم أنتوا ليش ضد ازدواجية المناصب أصلا؟ يعني شنو السبب من وراء انه اني لازم اكون موجود بنادي واتحاد وموجود بنادي واتحاد ولجنة اولمبية وموجود في وزارة اخرى وموجود هنا وهناك؟ طيب يعني القصد من هذا الموضوع انه اصلا بالاخير حتى ليس هذا تقاطع المصالح، ثانيا حتى انت تركز بعمل واحد وتقدر تنجح، يا اما تبقى مع ناديك وتأسسه وتطوره، يا اما تروح للاتحاد وتفكر عن تطبق افكارك الجديده واللي بيها حداثه حتى نتطور، اما انت تظل لازم المشيتين ولازم العصايتين، هذا كيف؟ وايضا موضوع تقاطع المصالح، يعني انت عندك نادي في الدوري مشارك في الدوري وبنفس الوقت انت عضو اتحاد، طيب هل من المنطق ان هناك تقاطع مصالح في الكثير من الامور؟ من المنطق انه انت راح تكون مشرف موجود تشرف على المسابقه، انت بالمكتب التنفيذي تاخذ قرارات تاخذ عقوبات، صحيح عن طريق اللجان، لكن بالاخير انت موجود وانت على راس اللجان وانت مسؤول عن هذه اللجان. وبالتالي نتمنى انه هذا الموضوع لا يبقى يثار من اجل فقط مصالح بحته، نتمنى ان تكون المصلحه العامه هي الغالبه في هذا الامر. اخوان ما اعرف الضيف جاهز؟ جاهز؟ نعم. الآن أعود مرة ثانية إلى ضيفي الكابتن نشأت أكرم. كابتن نشأت قبل ما يعني الصوت شوية يصير الإنترنت شوية ضعف، موضوع التقرير تاني لحد الآن ما أعرف إذا عندي يعني في ظل هذه الظرف الصعب إنه ما موجودة الرغبة الحقيقية حتى أني أذهب باتجاه أنه أرشح. طيب اليوم الناس تنتظر نشأت وتنتظر يونس وتنتظركم انه انتم تقودون ثوره الاصلاح، وايضا الجميع يعول على الكابتن عدنان درجال. طيب الا يعتبر هذا نوعا ما يمكن راح تخذل جماهيرك محبيك مشروعك الاصلاحي اللي انت جيت على موده حتى يعني حتى يتم تطوير كره القدم والرياضه بشكل عام؟ لا، هو انا قلت لك الى الان لم يعني ما يعني الرغبه الحقيقيه انه انا اكون موجود الى الان يعني ما تولدت عندي الرغبة الحقيقية أنه أكون موجود، لكنه في المستقبل إحنا لازم نبعد اليوم، لازم نعرف من اللي راح يرشح للرئيس، كيف راح تكون العملية الانتخابية، شنو الطريقة، نبعد مع صاحب المشروع اللي هو الكابتن عدنان درجال، أكيد إحنا جزء من العملية اللي كانت فيها السابق تكون في المستقبل، لكنه ممكن أنه أنا اليوم أصرح مثل ما بقيت الأخوان ممكن يصرحون يقولون أنه أنا مرشح مثلا على وهي اتحاد كرة القدم والمكتب التنفيذي وإلى آخره. يعني أنا ما أحب إنه أخوض هذا الحوار اليوم وقت الحالي، لأنه أنا ما أعرف إلى الآن ما أعرف متى راح تكون الانتخابات، كيف راح يكون المشروع، كيف راح يكون الوضع في المستقبل. لكن تقول لي أنت جزء من المشروع، أي نعم جزء من المشروع، سبق ومساهم على الكابتن عدنان، وسبق وأنت لبيت دعوة الجماهير و دعوة إخوان الإعلاميين كذلك. لكن أنا أريد أتكلم على موضوع، تفضل. بعض في الفترة السابقة كثير كان ينتقدون، يعني البعض من الهيئة العامة، البعض من الإعلاميين كانوا ينتقدون، يقولون أنه أياد بنيان والتطبيعية تعمل لنشأت ويونس محمود ولعدنان درجال. اليوم أول اثنين انظلموا من الهيئة التطبيعية، خلينا نقول انظلموا أو ممكن إنه راح يصير عليهم إقصاء أنا ويونس. واضح. هذه هسه رجعوا هم نفسهم اللي كانوا يحكون، نفسهم اللي كانوا يحكون يقولون إنه كانت التطبيعية تعمل هذا كذا، هم اليوم نفسهم سووا برامج وسووا آلية لعملية النقد وعملية طرح المواضيع ونقد المواضيع.
طيب سيدنا المخرج نعم ما اعرف الصوره رجعت واضحه. طيب كابتن نشأ تسمعني؟ اسمعك نعم. طيب وضحت هاي الصوره، تقلت نفسهم اللي انتقدوا عملية الترشح والتطبيعية وشون دي يحاولون يقربون نشأة ويونس حتى يشتغلوا لهم، اليوم نفسهم رجعوا ينتقدون موضوع الشهادة وما إلى ذلك. طيب أيضا أكو معضلة أخرى كابتن، معضلة مو بس الشهادة، المعضلة اليوم بالخبرة الإدارية، اليوم على منصب النائبة والرئيس مطلوب 10 سنوات إدارية، أنه خبرة إدارية وممارسة لهذا العمل، والأعضاء هي 5 سنوات. نعم الشهادة أقل بالثانوية، أنت شون تنظر لهذا الموضوع؟ مع العلم يجوز أنت راح تتضرر أيضا، لكن هل هذا القرار صحيح؟ يعني اليوم حتى أنا يعني أخلي يوصل ناس يمكن عندها خبرة إدارية أكثر حتى تعمل؟ كابتن نشأت؟ تسمعني كابتن نشأت؟ نفس المعضلة رجعت. يعني طبعا هذا الموضوع هو خارج عن إرادتنا بسبب انه الانترنت وما الى ذلك، وهي مشكلة السكايب في العراق بالذات، فقط في العراق، لان يعني بالعراق لا يوجد شيء في العراق يعمل كبقية البلدان، لا كهرباء ولا مية ولا الانترنت الموجود به ولا القوانين الماشية ولا الرياضة ولا الصحة ولا التعليم ولا كل شيء. نحن في معزلة عن العالم وما يحدث بالعالم، وهي ابسط شيء، نشوف باقي العالم ياخذ البرامج وياخذ السكايب بأريحية تامة في من كل مكان، وحتى احنا هنا من كل بقاع الارض الاخرى ما عندنا بها مشكله، لكن دائما مع العراق هذه هي المشكله. وما اعرف اذا الموجودين دي يحكمون والسياسيين ومن ألو. موجود الان يعود معي الكابتن نشأت، تسمعني واضح كابتن نشأت؟ كابتن نشأت ايضا مشكله بالانترنت. نعم هسه مرحبا. وضح صوتي عندك لو بعده؟ مرحبا هسه تمام. اوكي زين، يعني انت عشان تتكلم اريدك شويه تعيد من اخر شيء اللي انت الفكره اللي كنت تريد توضحها، حتى يعني الجمهور يعني يستمع لبقيه الكلام اللي قلته بما يخص اني سالتك انا اقول الاداره بموضوع الاداره والخبره الاداريه 10 بـ5 سنوات. لا هو نور انا اشوف هذا يعني من السذاجه واحد يطرح هذا الموضوع، وكثير كانوا يتكلمون فيه سابق انه يقول لك خبره اداريه وخبره اداريه، كل اللي موجودين في تحت كره قدم شلون مارسوا عملهم كاداره وكيف دخلوا بالاداره وما هذا، غير انه جاتهم فرصه ودخلوا بها. البعض يقول انه مو يجي مثلا يدخل في الاتحاد، المفروض انه يدخل في نادي وممكن انه النادي يستقبله، وين النادي اللي يستقبله؟ وين الانديه اللي تستقبلنا حتى انه احنا نكون فيها؟ لكنه انا يعني مثلا تقول لي خبره اداريه، انا رجل خدمت وقدمت للبلد ولعبت ولعب منتخب ولي علاقاتي ولي عندي وضعي، وانا دائما في طور اعد نفسي واعلم نفسي، ودخلت طيب. اكثر من دوره، دخلت دوره في المانيا ودخلت نعم. دوره في هولندا. اغلب اللي موجودين من يقودون كره القدم اذا يكتب املاء باللغه العربيه عنده اخطاء بالاملاء، وهم اصحاب شهادات واتفق معك. اللي تلقاه خريج واللي تلقاه دكتور عنده اخطاء بالاملاء، لا يمتلك البعض، انا ما اقول الكل. نعم اكيد بعض الشخصيات اضافوا لكره القدم، قدموا ما قدموا بامكانيات بسيطه، قدموا حتى الاخوان اللي كانوا موجودين في الاتحاد كانت اكو مشاكل كثيره، لكن اكو يعني البعض من عندهم ممتاز جيد في عمليه الاداره وعمليه حتى النظر الى المستقبل، لكنه احنا ما ينقصنا انه احنا دائما نباوع جو رجلينا، ما نباوع للمستقبل القريب او المستقبل البعيد، والدليل انه احنا ولا سنه من السنين من يوم اللي انا كنت لاعب كره قدم الى اليوم، ولا سنه من السنين عندنا رزنامه للفيفا ديت للمنتخبات، اعطيني ذكرني في يوم من الايام انا وياك ممكن نفس العمر كله نظام الفزعه، يا يوم احنا كانت عندنا رزنامه بنظام الفزعة والمعسكرات بنظام الفزعة، حتى الملابس احنا كنا لبسنا، انا لحد ما اعتزلت اسوأ ملابس لبس مرت على تاريخ كرة القدم العراقية انا لبستها وانا عشت معها، بيوم قبل المعسكر باسبوع بـ5 ايام يلا روح اشتروا ملابس ويلا
خلي نسافر ويخابر الدولة الفلانية والدولة الفلانية الله يخليكم محتاجين معسكرات وإحنا محتاجين وإلى آخره. طيب ليش؟ شنو العراق؟ يعني العراق شنو ما عنده؟ ما يمتلك المادة، ما يمتلك لا. لكن أنا أقول إحنا ما نمتلك الناس اللي دائما تباوع أبعد المسافة بعيدة، دائما تباوع دور زيها ودائما مع الفزع مثل ما ذكرت. نعم. طيب كابتن، يعني انت ذكرت هذه المساله وهي ايضا نقطه جوهريه، وهي ايضا يمكن راح تمنعكم انت وزميلك يونس واخرين من النجوم اللي يحب يدخل في هذا المجال. طيب اليوم انتم راح يعني عندك اتفاق مع يونس، صار بينك وبين يونس اتفاق الكابتن يونس مع حفظ الالقاب وتحياتنا له، انه يصير عندكم تحرك عبر رابطه اللاعبين الدوليين بحيث يصير توجه ترسلون مقترحاتكم اسوة بالانديه اللي اجتمعت ودزت مقترحات وتريد تلغي بعض الفقرات. ايضا انتم راح يصير هذا التحرك راح يصير من قبلكم بشكل رسمي ويكون للاعلام عن طريق رابطه اللاعبين، يكون اكو تصريح رسمي بخصوص هذا الموضوع. نور انا احب ارجع لك على السؤال اللي قبله، ممكن انه انا شوي كان صوتي قطع ما ماشي ارجع ماشي واضح، لكنه موضوع الخبره الاداريه، موضوع الخبره الاداريه احنا في المرحله السابقه احنا اذا كنت اني او يونس او الكابتن عدنان كنا احنا نعمل مع أندية ونعمل مع القنوات وعندنا شركات. يعني انا مثلا عندي شركه، يعني هل هذه الشركه انه انا ما امتلك الخبره الاداريه؟ انا ادير شركه، عندي شركتين كبيره. نعم. هذه خبره اداريه كذلك اعمل. انا سابقا انه انا حتى بيوم اللي دخلت مع الاتحاد انا كان عندي كتاب من نادي الشباب السعودي انه انا كنت اعمل معاهم بصفتي مستشار، وكذلك يونس كان قدم كتاب من الغرافة، وكذلك الكابتن عدنان درجال قدم كتاب من الوكرة. لكنه للمفارقة أنه في الانتخابات السابقة الاتحاد العراقي السابق ولجنة الانتخابات قبلت الكتاب مال يونس محمود أنه هو يعمل بصفة مستشار في نادي الغرافة، ورفضت الكتاب مال الكابتن عدنان درجال. هذه المفارقة من الأشياء. أكيد هو كان أكو تحرك معين يعني بهذا الاتجاه. أكيد. لكن تقول لي خبره اداريه، احنا نعمل يعني اذا بصفتنا انه احنا كبزنس خارجي او حتى مع الانديه، يعني احنا متواصلين، انا متواصل مع نادي الشباب السعودي وكذلك مع بعض الانديه القطريه من ناحيه التعاقدات ومن ناحيه الراي الفني والتحليل. انا شباب يعني الحمد لله والشكر مرتبط بقنوات كبيره ومع اكبر القنوات، وعملت بالمجال الفني مع قنوات كبيره اذا كانت بي ان ودبي وابو ظبي والكاس كذلك. نعم. فأنا أشوف هذا يعني من المعيب أنه يطرح هذه، لأنه هذه كل دول العالم ما تدقق على هذه الأشياء، لأنه أنا ابن اللعبة، أنا مو دخيل على كرة القدم. طيب أنا ابن اللعبة اليوم وأنا حتى نلغي هذا الشيء كابتن، أنا خريج كرة قدم. طيب اليوم حتى نلغي هذا الشيء اللي تقول عليه أنه هذا يعني ما يعيروا له أهمية كبيرة في العالم، اليوم أقصد هل هناك تحرك جاد من قبلكم أنتم حتى تحفظون حقوقكم وأيضا تحققون طموحاتكم الموجودة في التغيير والمشاركة بالعملية الإدارية، وأيضا طموحات الجماهير اللي تنتظر النجوم أن يتواجدون بقوة في المكتب التنفيذي المقبل؟ هل راح يكون تحرك رسمي بهذا الشأن؟ أكيد يعني بعد إرسال المسودة إلى الروابط وإلى الهيئة العامة أكيد أكو مقترحات من قبل رابطة اللاعبين الدوليين. عندنا كم نقطة شنو هاي النقاط كابتن تقدر تحدد ليها؟ نقدم مقترحاتنا إلى الهيئة التطوعية. والله أنا لست مخول أنه أتكلم هذه النقاط، أكو هو رئيس رابطة وأكو أمين سر، أنا ممكن أنه جزء من عملية منه، أنا لاعب دولي سابق لكنه أكو هيئة إدارية إلى رابطة اللاعبين الدوليين السابقين، هم من يتكلمون، هم من ممكن أنه راح يقدمون المقترحات اللي راح يقدموها. طيب يعني راح يصير تحرك رسمي بهذا الشأن حتى يصير تغييرات وتعديلات باتجاه انه الكل يكون متاح ويكون مبدأ تكافؤ الفرص موجود. لكن يعني البعض يا كابتن نشأت، يعني انت ذكرت الموضوع البزنس، موضوع العمل اللي صار وانت لديك شركة وتعمل، وهذا الموضوع ايضا انت عانيت من عنده، هذا ايضا صار اي مدرب يجي اي صفقة مثلا، حتى موضوع الأديداس كان هناك حديث حول هذا الموضوع وتهموا به أطراف خارجية بقطر ومن لندن ويمكن حتى أنت في بعض يعني بعض الأمور. طيب هذا الموضوع إلى أي مدى تحسه موجه أم هو يخرج بشكل عفوي من طريق أخبار، أم هذا هو هناك يعني موجه ل يعني تكتلات معينة باتجاه نشأة أكرم أو باتجاه يونس؟ والله شوف يعني انا ما اعرف يعني موضوع الاديداس ما اعرف عنه اي شيء، يعني ما يعني
ما يعني مره اتصل بي شخص قال لي انه اكو اديداس واكو كذا ونريد احنا نريد نجهز المنتخب العراقي والى اخره. قلت له هذا رقم رئيس الهيئه التطبيعيه وبامكانك انه انت تتواصل وياه وتواصل وياه، لانه انا ما امتلك اي صفه رسميه في اتحاد كره قدم. وصار اتصال بينهم وبين اعتقد بين حجي عياد، لكنه تقول لي مثلا انه انا لي صله، والله ما عندي اي صله باديداس، ولو جتي يعني اجتي اديداس عن طريق نشأة اكرم فاني اتشرف، لانه انا اذا راح اجيب راح اجيب اديداس، ما راح اجيب شركه عاديه. فليش لا يعني عادي، ما راح استحي ولا راح اخجل ولا راح اقول انا اليوم ما جايب لي شركه عاديه من الشركات اللي على مدار السنين. يعني ممكن احنا بس بال86 لبسنا يعني لبسنا ملابس جيده في كاس العالم، لكنه بعد 86 الى الحد ما اعتزلت ما شفت انه انا ما كنا نلبس ملابس جيده او تليق بمنتخب العراق، وحصلنا على بطولات وقدمنا والى اخره. بس تقول لي مثلا اديداس، والله لو اديداس جايه عن طريقي والله لا راح استحي وراح اقول انه انا جبتها واتشرف انه انا اجيب اديداس. وضحت هاي ايضا يعني هاي هم نقطه يعني وضحناها. طيب انا وصلني سؤال من زميلنا واخونا الاستاذ سام المناصير، تحياتنا له، يوجه يقول اريد اسال السؤال هذا للكابتن نشأة، يقول الا ترى ان الحاله العراقيه تحتاج فرض شهاده البكالوريوس في منصبي الرئيس والنائب في الانديه والاتحادات؟ لان بصراحه اللاعبين الحاليين والذين سيعتزلون بعد سنوات لا يملكون الثقافه والشخصيه ولا حتى الاملاء الصحيح، فكيف امنح فرصه الرئيس وهو غير متعلم؟ يقصد طبعا هو البعض من هؤلاء اللاعبين، والقانون ليس لسنه او سنتين بل سيكون لعشرات السنوات، لهذا نحتاج انظمه تراعي المستقبل وايضا تشجع الجيل الحالي للدراسه والتعلم. هل تؤيد هذا الراي ام لا كابتن نشأة؟ يعني اكو شق من السؤال عيده. نعم. انه تقول لي مثلا اكو لاعبين ممكن في الجيل السابق او الجيل القادم او الى اخره. نعم. لا يمتلكون ممكن الثقافه، لا يمتلكون هذا، لكنه لاعب كره قدم لازم اكو اشياء ممكن اللاعب، مو كل لاعب كره قدم، اكو لاعب مثلا قدم ولعب. وهسه مثلا احنا على سبيل المثال في مصر نادي المئة موجود، نادي المئة موجود وبامكانه انه يرشح، بامكانه انه يدخل في 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 اتحاد كره القدم. لابد انه تكون اكو مثلا، مو الاستثناء مو لنشأة اكرم او ليونس محمود، لكنه لاعب كره قدم الاتحاد الدولي. انت اليوم هسه لو نجي احنا مثلا نذكر اسامي كبيره في عالم كره قدم ويعني ترأست، مثلا عندك بيليه لا يمتلك شهاده كان وزير شباب، عندك بلاتيني، عندك بيكنباور، اسماء كبيره لا تمتلك الشهاده لكنه قادوا كرة القدم ونجحوا في عملية قيادة كرة القدم. تقول لي مثلا موضوع الشهادة، لا طبعا أنا مع أنه الرئيس يكون يتحدث أكثر من لغة، الرئيس أنه يكون يعني من يكون على منصب الرئيس لابد أنه يكون يمتلك من الثقافة، يمتلك من الوعي، يمتلك من الخبرة الإدارية، يمتلك من يعني النظر لأبعد مسافة ممكنة. ممكن انه هذا يعني هذا يعني السؤال الاخ سلام يعني سؤال منطقي يعني، لكنه بنفس الوقت دائما الفيفا والاتحاد الدولي ما ينظر للشهاده بقدر ما ينظر للامكانيه اللي موجوده. وتعرف انت كل العالم ما يمتلك العفو ما يعمل كفرد، يعمل كمجموعه، لكنه احنا اللي موجود عندنا هنا هذا الرئيس هو يكون متفرد بالقرار، هو صاحب اليد أو السلطة العليا، هو من يكون صاحب القرار. لكنه بكل العالم كلها تعمل كلجان، تعمل كلجان، تعمل كمنظومة وحدة هي اللي تقود الاتحاد إلى بر الأمان. واضح. طيب كابتن نشأة، اليوم أيضا نظام الداخلي بي بعض الأمور أريد أخذ رأيك بي، لأن أنت شخص معني بهذا الموضوع، أنت نجم ولديك ممكن الرغبة مستقبلا أن ترشح. اليوم مثلا هل يكون منطقي من المنطقي أن نشاهد 40 ناديا من الدرجة الثانية من مجموع 82 اللي هو عدد الهيئة العامة، اللي هو يعني صار قريب على النصف زائد واحد، وبالتالي ممكن أن يكون كل القرارات تعطل وممكن أن تمرر قرارات؟ برأيك هل هذه التقسيمة منطقية أم ممكن أنه إحنا نذهب لتغييرها أيضا؟ وليش لا أنه أغير هذا الموضوع بحيث تكون ما موجود فئة معينة من هاي الأندية أو الدرجات مسيطرة بصورة كبيرة داخل الهيئة العامة، حتى لا يصير بنا مثل ما صار سابقا؟
أول شيء نور، أنا يعني أنت مستضيفني يعني بصفتي لاعب كرة قدم سابق، وأنا الآن لست عضو بالهيئة العامة. نعم. أنت بإمكانك إنه هذا تناقش هذا الموضوع مع أحد الإخوان اللي موجودين في الهيئة العامة. نعم. والمقترحات اللي يقدمها، أنا حتى جزء بسيط من رابطة اللاعبين الدوليين السابقين، عندنا بعض المقترحات ناقشناها مع رئيس الرابطة، لكنه أكو أشياء في صلب ناس قانونيين هم من يناقشون هذه الأشياء. يعني أنت اليوم أنا رجل فني لاعب كرة قدم سابق ورجل فني وعندي مشروع تطوير عمل تطويري في عالم كرة القدم ونقل كرة القدم من منطقة إلى منطقة أخرى من ناحية يعني العفو من الفئات السنية ودوري الفئات السنية والمنتخبات وحتى في عالم كرة القدم الحقيقي، لكن أنت تجيني بالنظام الداخلي وهذا أنا اليوم ما عندي أي صفة رسمية في الهيئة العامة حتى أنه قد أتناقش وقد أفسر لك النظام الأساسي أو هذا. هو القصد من السؤال أنه أنت أحد الشخصيات اللي ممكن ترغب تعمله، وبالتالي النظام الداخلي يجب أن يكون يعني شيء يهمك، وبالتالي لأن أنت إذا رشحت راح تعمل وفق هذا النظام. فلذلك أنا إذا حاول إذا مثلا عندك رأي بهذا الجانب أو لا، يبقى أنت حر طبعا بالإجابة أم لا. سؤال. هذا القصد. سؤال. نعم. طيب. سؤال. من 2003 لحد محكمة كاس، منو من الهيئة العامة طلع بالتلفزيون وناقش النظام الأساسي أو تكلم عن النظام الأساسي؟ وهذا إحنا مشخصي على الهيئة العامة السابقة، كلها موافقة وبالإجماع. ليش هم يطلعون؟ ليش هسه هم يطلعون؟ يعني هسه حتى في الوقت الحالي يعني النظام الأساسي شاغلهم أكثر من فرقهم، والدوري بعد له شهر راح يبدي الدوري، شهر وشوية، شاغلهم النظام الأساسي وشاغلهم تعدد المناصب أكثر ما شاغلهم تأهيل أنديتهم وتأهيل لاعبيهم واستقطاب لاعبين واستقطاب منظومة حتى أنه يكون على بر الأمان. ليش هذا ما راح يكون مثلا أنت اليوم على سبيل المثال؟ هذه مو أموال، هذه مو صرف أموال من رصد ميزانية إذا كانت وزارة أو كانت أي جهة ترعى الأندية، هذا مو رصد أموال. الأموال هذه وين راح تروح إذا أنت ما عندك ما تمتلك التخطيط لشهر ونص لشهرين؟ أنت قاعد تناقش لي مسودة للنظام الأساسي، وأنت هاي السنين كلها عمرك ما فتحت النظام الأساسي وما عرفت أنه صوتوا أو ما صوتوا على النظام الأساسي. إحنا حتى في محكمة كاس القاضي أو المحكم تطرق لأشياء اللي موجودة ما يعرفون أن هذه الأشياء موجودة في النظام الداخلي. نعم. طيب كابتن نشأت، يعني خليني شوية سأترك موضوع النظام الداخلي، أذهب إلى أمور أخرى تخص كابتن نشأت أكرم. اليوم أنت كانت لديك تجربة جميلة جدا في عملية التحليل، وعكست يعني شيء جميل عن اللاعب العراقي سواء في القنوات السعودية المتخصصة بالرياضة وحتى القنوات القطرية وحتى الإماراتية. اليوم أنت ما زال لديك الرغبة أن تستمر في التحليل، أم اليوم راح تتولد عندك رغبة مستقبلا أنه تروح تتجه إلى الإداريات فقط، أم تظل أنت تجمع بين الطرفين؟ لا، هو أنا يعني أنا حتى اليوم أنا موجود، يعني إلا اليوم أنا ممكن أنا أطلع مع قناة كأس ومع قناة بيئة من خلال تعرف هذه كورونا ووضع كورونا الفترة الأخيرة من خلال السكايب. نعم. التحليل غيرت كثير من الأمور. التحليل عالم جميل والحمد لله، لله الحمد، صار لأكثر من 5 سنين، أنا ممكن 5 سنين أو 6 سنين في هذا المجال، ويوم عن يوم في تطور والحمد لله، وحتى المداخلات اللي كنا نعمل بها الحمد لله كانت موفقة. الجانب الإداري كذلك أنا ما قعدت، يعني أنا حتى من اعتزالي كرة قدم ما قعدت وسكتت، حاولت أن أطور من نفسي. ذكرت لك قبل قليل رحت لهولندا دورة إدارية، رحت إلى ألمانيا كذلك في جامعة لايبزيغ دورة إدارية، ولله الحمد كان من المفترض أنه أكون في شهر 3 أكون كذلك في ألمانيا دورة في جامعة في برلين، لكنه كورونا وأحداث كورونا ممكن حتى تمت أنه أنا ما أكون موجود، لكنه ممكن في المستقبل القريب إذا راح تكون أي ورشة إذا كانت عن طريق الزوم أو عن طريق هذه فأكيد راح أكون موجود فيها. لكنه تقدر تقول أنه اليوم أنا أكثر أميل إلى الجانب الإداري والجانب الفني، وإحنا نشوف يعني كثير ناس كثير يعني لاعبين ونجوم عالميين، يعني هذا أنا أعتقد هو هذا الجانب الفني أو الجانب التحليل والجانب الإداري واحد قريب من الثاني، يعني يختلف عن الجانب الفني إذا كنت كمدرب، لا كمدرب عالم آخر.
نعم نعم طيب كابتن نشأت، يعني اليوم أيضا من العمليات اليوم اللي تصير يعني داخل الرياضة العراقية هي عملية القوانين، بعيدا عن الاتحاد نتحدث عن الأندية وعملية شلون تدار، وهذا المشروع ممكن الكابتن عدنان درجال طرحه بقانون الرياضة الموحد بحيث أنه يكون الموضوع يشمل كل شيء والاستثمار. وأنا أريد أتحدث عن موضوع الاستثمار في حال يعني أنت أنا لا أعرف أنه أنت عندك رغبة كبيرة في عملية يعني إدارة التسويق وإدارة الاستثمار الرياضي، لأن أنت كان عندك تجربة ورحت الهولندا ولعبت مع تيفنتي وشفت العالم شلون دي يتحرك بنواحي الاستثمار. هل هذا اليوم أحد يعني مشاريعك الموجودة في حال تواجدت أنه تطور هذا الجانب داخل اتحاد كرة القدم أو داخل أي منظومة إدارية أنت تعمل بها في الوسط الرياضي؟ يعني أول شيء إذا أنا كنت موجود فما راح أعمل لوحدي، أكيد راح يكون معي فريق. نعم. منها بعدين ممكن انه راح نتخصص ونعمل ب يعني بجانب معين، اذا كان جانب ممكن انه من ناحيه التطوير الفني او من جانب ناحيه التسويق. انا الدوره اللي رحتها في هولندا كانت عن الاداره الرياضيه، وفي المانيا كانت عن التسويق، يعني واحده مختلفه عن الثاني. تقول لي التسويق، أقول لك التسويق ماكو أجمل من عنده، وإحنا إلى الآن لم نمتلك يعني الإدارة التسويقية الممتازة اللي ممكن إنه تقدم العراق بشكل ممتاز من ناحية تسويق الملاعب، تسويق يعني حتى الملابس الرياضية، كثير أشياء إحنا ما مستغليها في عالم كرة القدم. لكن تقول لي ممكن إنه أنت راح تكون في جانب معين من الآن ومخطط إنه راح تكون في هذا، لا أقول لك لا والله إلى الآن بعدني، يعني أنا قلت لك يعني إلى الآن أنا أمتلك الرغبة الحقيقية إنه أكون موجود، لكنه متى ما أنا دخلت فأكيد راح أختار جانب وراح أكون كابتن موجود بيه وراح نعمل كمنظومة. أنا يعرف هو أنت يعني ذكرت الأسباب الموجودة، الوضع العام بشكل عام والأزمة المالية والمشاكل والتداخلات، لكن أنت لا تنسى أنت وراك جمهور أيضا، اليوم الجمهور دي يترجى خير، وبالتالي عملية إنه احيانا انه اني لازم ادخل حتى اقدر اغير، يعني هي هاي ظروف ما راح تتغير بسهوله، وانت تعرف يمكن كابتن عدنان دا يسعى ويمكن اخرين دا يسعون، فهذا الموضوع يمكن قد تواجه الجمهور بيه، نقول يابا احنا نريدك تكون متواجد، انت يونس ونشأت وكابتن عدنان رجال واخرين، يعني هاي في حال يمكن راح تتواجه ويا الجمهور بهاي النقطه. اكيد يعني احنا سبق وانه دخلنا يعني ضغط من الجماهير، يعني حتى التجربة السابقة مع اتحاد كرة قدم يعني دخلنا ضغط من الجماهير وضغط من الإعلام اللي وقف يعني وقفة كبيرة مع يونس ونشأت وعدنان درجال في السابق، ودخلنا ردنا ندخل لكنه صار ما صار في السابق. يعني خلينا نترك هذا الشيء للمستقبل، احنا ما نكون عجولين انه ممكن انا راح ارشح اكون للنائب او للرئيس او لعضو، انا راح اعمل وراح اسوي. بعد الى الان احنا ما نعرف الانتخابات ما راح تكون متى راح تكون، ما نعرف الهيئة العامة كم راح تبقى على نفسها اللي كانت في السابق، هل راح تكبر الهيئة العامة، ما نعرف إلى الآن، بعد يعني ما واضحة الأمور، كلها ما واضحة إلى الآن بعد. طيب. هذه كلها مسودات إذا كانت من اللجنة التطبيعية أو حتى التعديلات أو المقترحات اللي موجودة من الهيئة العامة. طيب في وقت سابق الكابتن شارع، لكن أنا مع التوسيع، أنا مع توسيع الهيئة العامة، مع توسيع الهيئة العامة. 82 نشوف رقم زين، لو نحتاج أكثر نوسع أتمنى فوق 100 تصير فوق 100، وكان اكو مقترح انه يكون فوق 100 ممكن، لكن واجه اعتراضات او عمليه ترتيب، يعني هو فوق 100 كان موجود. اتمنى فوق 100، ليش؟ لانه حتى انه لا تسيس ولا يعني انه تنحصر بمجموعه، احنا نعرف يعني انا صاحب تجربه، يعني انا ممكن شوي تكلمت بلمحت في الفترة الأخيرة، لكنه أنا صاحب تجربة، أنا بموضوع التثنية ما موضوع التثنية، أنا في اتحاد كرة القدم. نعم. في غرفة في اتحاد كرة القدم طلبوا من عندي تثنية $10,000، هاي أول مرة أذكره. طلبوا منك تثنية $10,000 حتى يعطوك ترشيح $10,000. زين شلون واجهت هذا الموقف؟ والله شو جاوبتهم كابتن؟ جاوبتهم ايش قلت لهم في هذه الحالة؟ ضحكت. جاني شخص ما اعرفه يعمل في الاتحاد، يعني شخص مو ما عنده يعني ما مو عضو مكتب تنفيذي ولا انه، لكنه شخص في الاتحاد جاني قال لي اكو تثنيه $10,000 تاخذها، فانا ضحكت فحتى جاوبته قلت له روح بابا روح.
فهو شاف انه يعني البادي لانجوج او تغيرت ملامحي وبينت انه انا شويه ضايقت جدا. راح بعد قبل لا تنسد باب الترشيح قبل لا ينسد يمكن بساعه بساعه ونص اجاني وقال لي كابتن وصلت ب 20,000 دولار اخذها عن مود تدخل احنا نريدك تدخل وريدك كذا وريدك كذا. فاني جاوبت جواب واحد وكان الاخ والصديق وياي زياد شامل كان موجود وياي في ساحه كره قدم جاوبت جواب واحد قلت له ما راح اختلف عن اللي قبلي راح احصر حالي من حالهم انباع وانشر واشتري ناس وادفع رشاوي وادفع هذا انا مو من هذا هذا مو ثوبي روح الله يسهل لك والله يسلمك يعني مع الاسف يعني هي بعدها باللحظات بالضبط نعم يعني هي هاي هذا اللي نسمع احيانا يعني هذا فعلا يدل انه احنا ليوان وصلنا بالجانب الرياضي بالفترات الماضيه وليوان صار الوضع. طيب كابتن اليوم يعني احنا ايضا نور تفضل ذكرنا شيء تفضل يعني اكو 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 لاعب صار وعضو هيئه اداريه واسم كبير في عالم كره القدم كنا قاعدين في غرفة الأخ يحيى صغير والأخ يحيى صغير كان جدا متعاطف وجدا يعني متعاون وياي واحد من أحد الأسماء وعضو هو كان بإمكانه أنه يعطيني تثنية فحكاها بصريح العبارة قال والله أنا أنطي للي يفيدني أنا ما أنطي التثنية لشخص يعني ما احتراماتي كابتن يعني نشأت شنو فادني وشنو قدم لي كابتن نشأت يعني هاي شلون بطريقة أو بأخرى والله كابتن يعني أنت من تشي هذا الكلام مرات يعني الواحد ما يعرف شي يقول يعني الطريقة عبارة بالفعل يعني بيع وشراء وطريقة يعني مؤسفة أنه وصلنا لهذه الحالة. طيب كابتن اليوم أنت كابتن نشأت أكرم دا تشوف التحركات ودا تشوف التكتلات اللي تصير ويعني يجوز توصلك اخبار منها زين انت بهاي الحاله تقول اني بعدني يعني ما عندي الرغبه وما واضحه الامور لكن ممكن تصل لحد انه تكون يعني شو ما نقول شغله قفلت هي العمل تمت وقعدت واتفقت فهاي ممكن ايضا تسبب لك يعني مشكله في اما نرجع للتثنيه والما اعرف ايش وانت تعرف شلون اللوبيات اللي تصير في خلف الكواليس تعرف شلون تمشي الامور يعني خلي عادي مسألة طبيعية هذه يعني إنه يعني هي تحالفات هي لعبة الانتخابات تحالفات وجروبات ومجموعات وإلى آخره لكنه يعني في الوضع الحالي أنت تشوف وضع يعني وضع صعب جدا طيب. صعب تتنقل صعب إنه تكون موجود في تجمع صعب يعني إحنا جزء ما إحنا دائما نصور فيديوهات ونقول إنه خليك بالبيت وحافظ على نفسك وعلى أهلك وعلى لكنه أنت اليوم تقول لي أنا مثلا إنه أنا أكون سبب بنقل مرض لا والله أنا يعني أبقى بالبيت وحافظ على نفسي وعلى عائلتي نعم. وعلى أحبابي أفضل ما طيب. أنا ممكن أنه لمشروع أنا أشوفه مشروع بسيط أنه أنت كل تريد يعني ممكن طموحك تكون موجود في الاتحاد لكنه أنت تكون سبب بنقل العدوى بنقل المرض وقلنا لا بالعكس خليك قاعد بالبيت أحسن وهذا نعم. وقتها إن شاء الله ممكن أنه إن شاء الله. طيب يوصلني الآن سؤال من المحلل الفني علي النعيمي تحياتنا إلى من إيطاليا يسألك يقول السلام عليكم أستاذ نور تحياتي للنجم نشأت أكرم الذي أبدع كثيرا في أجوبته دعني أتساءل معكما أليست هي ذات الهيئة العامة التي أقصت يونس محمود في الانتخابات الماضية لماذا تتباكى عليه ذات الوجوه اليوم للأسف هناك من يتكلم بحرقة عن إقصاء النجوم ولا يتحدث عن فقرة ناديه المتقع يرفض مدة الترشح للدورتين وليس لديه بناية من سقف وجدران يأوي إدارته كأنه يخوض مع الخائضين ويتكلم فيما لا يعلم مع أن الأمر يعنيه أولاً وأخيراً قبل غيره. المحلل الفني علي النعيمي ويرسل لك تحياته وسلامة من إيطاليا. والله نور أنا عندي شغلة واحدة يعني أقول يعني البعض يعني أكو ناس يعني خدمت وقدمت ما قدمت لأنديتهم وحتى على صعيد المنتخبات وحتى على اتحاد كرة القدم يعني ما أريد أنه أظلم كل اللي مر على الأندية أو حتى الاتحادات لكنه يعني إحنا ما عندنا غيرهم يعني هم بس هم اللي يعني يريد يكون بالنادي ويريد يكون بالاتحاد وهو يريد يطور كرة القدم وهو يعني كثير من الإخوان اللي موجودين في أنديتهم شو اللي قدموا لأنديتهم وين أنديتهم من اتحاد كرة القدم وين أنديتهم وين أنديتهم من كرة القدم العراقية وين أنديتهم من اللي كانت يعني مثلا تطلع تلعب في أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وين أنديتهم
وين النجاح اللي حققوه يعني البعض. أوكي. انا ما اتكلم على الكل لكنه ما موجودين بس هم الموجودين اللي يريد يكون بالنادي عضو بالنادي ويريد يكون عضو بالاتحاد ويريد يكون رئيس لجنه ويريد وعنده منصب اخر مثلا قد يكون موظف او في يعني في جهه حكوميه او جهه يعني خلاص انه لازم كلهم هو كلهم يعني يستحوذ عليهن وهو يكون يعني هو شلون اقول لك هو صاحب الكلمه. نعم طبعا كابتن نشأت انا سعيد جدا اليوم بلقائك وصلنا لختام حلقتنا فتحنا الكثير من المواضيع وما زالت ايضا في الحديث بقيه اكيد فيما تكشف المستقبل. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله فيما قادم بالنسبه للكابتن نشأت اكرم وايضا نتمنى لك الصحه والعافيه وان شاء الله نطلع كلنا سالمين وغانمين من هذا الوباء. شكرا لك الكابتن الكبير نشأت اكرم كنت ضيفا عزيزا في برنامج ملاعب. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، يعني نأمل أنه غطينا عدد كبير من الأسئلة ومن المواضيع اللي تحدثنا بها. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. تقبلوا مني تحياتي، أنا معد ومقدم البرنامج نور نزاري، وحيكم في أمان الله.